السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. انا لست فرنسي، انا مغربي. جدل حول جنسية بلال الحسني بلال حساني التي سيمثل فرنسا في يوروفيجن، اختير لاطلاقه انا لست فرنسي انا مغربي، ما هو بشكل ملموس لا سيما وأن الجدل حول هذه القضية تتضخم. هذا هو موقع ذا ليفت ميتوكل الذي يعلق بانتظام من قبل اي اف تي على المعلومات الخاطئة التي يكتبها، والذي قال في مقال بعنوان بيل الحسن ذا ترانسكسويل التي سيمثل فرنسا في يوريفيزن، اي انا مغربي. هذا ما اعلنه بلال حسني في شريط فيديو انا لست فرنسي انا مغربي. استخدمت الصحيفة لدعم اتهامه تغريدة من بلال الحسني بتاريخ 5 سبتمبر 2018 فيما يتعلق بالفيديو الذي نشره خلال هذه الفترة ولقبه أنا مغربي، حتى لو كان بدلاً محية يبدو بعيداً عن الفكرة المنسوبة إلى حسني. ما هو أصلك؟ هل أنت مغربي، جزائري، تونسي؟ إلخي أخيراً أجيبك بأنني مغربي بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ذلك. إن الحارسين يكافحون قليلاً لمعرفة من أين أتيت. اتضح أنني ولدت في فرنسا، أنا فرنسي، لكنني من أصل مغربي من الأب والأم. أنا أحب المغرب، إنه بلد جميل جداً، لكني أحب كل المغرب الكبير، هو في جوهره الإجابة التي استخدمتها الصحيفة لتشويه سمعة مرشح فرنسا إلى يوريفيزن، في حين كان هذا الأخير يجيب على الأسئلة التي طرحها بعض من معجبيه. أنا فخور للغاية لتمثيل بلدي، وأنا فخور بأنني فرنسي. إنه رمز رمزي يمثل بلدي، شيء يمكنني أن أقول لأطفالي، أحفادي، يمكن أن يحدث هذا مرة واحدة فقط، وهنا كنت دائما فخور بأن أكون الفرنسية لأنها البلد الذي أحب كثيرا، ويكون قليلا مواجهة فرنسا ليوروفيجن هو عرض أشاهد أكثر منذ كنت صغيرا، وهذا هو الحلم الأكبر. أجاب يوم 28 يناير 2019 بلال الحسني على فرانس انترناسيونالي بعد ترشيحه كمرشح فرنسا ليوريفيجن.